بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف السادس ثانوي، النهاردة هنتكلم عن درس جديد من درس من دروس الأدب، وهو الغزل في العصر العباسي. العصر العباسي طبعا احنا عارفين انه بعد ثورة أبي مسلم الخراساني انتهت الدولة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق، ثم كانت بداية العصر العباسي وانتقلت العاصمة إلى بغداد. وكما نعلم أن بغداد كانت قريبة من الحضارة الفارسية، فتأثر العرب بمظاهر الطرف، وأدى ذلك إلى الازدهار الذي شمل كل نواحي الحياة في العصر العباسي. ازدهر الأدب شعرا ونثرا، كما ازدهر كل علم عرفه العرب. العصر العباسي من جهة الأدب ازدهر شعرا ونثرا، وازدهر أيضا العلم، وازدهر العلم بفضل وجود الترجمة، حيث كانت قد تم ترجمة العلوم من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية منها وإليها، وبهذا انتشر العلم انتشارا واسعا. لو قلنا أن الغزل قد انتشر أيضا في هذا العصر وكسر كسر مفرطة، وتغنى به كثير من الشعراء. للغزل نوعان: الغزل الصريح، وهو يتناول مفاتن المرأة الحسية، والغزل العفيف، وهو يتناول مفاتن المرأة المعنوية وجوانبها الأخلاقية. طب نقدر نقول ان في هناك سبب لشيوع الغزل الصريح وانتشاره لدى العباسيين، وهناك اعلام الغزل الصريح في ذلك العصر. نقدر نقول سبب شيوع الغزل الصريح وانتشاره لدى شعراء العصر العباسي، لان العرب اختلطوا بالامم الاخرى، وبخاصة الأمة الفارسية، وما شاع عندهم أيضا من صور التحلل الخلقي. وقد برع في هذا اللون من الغزل أبو نواس ومطيع ابن إياس، وكان غزلهما محركا للغرائز، لا تعفف فيه ولا حياء فيه، لأنه يتحدث عن مفاتن المرأة الحسية. يبقى إذن لو قلنا إن أبو نواس ومطيع ابن إياس يعدان من أشهر شعراء الغزل الصريح في ذلك العصر، لما يمتاز غزلهما بأنه كان محرك للغرائز ولا حياء فيه. وعلى الجانب الآخر ظهر الغزل العفيف في العصر العباسي، وكان يتغنى بخلق المحبوبة وصفاتها وأخلاقها. الشاعر العباسي أو الشاعر العفيف كان يتغنى بمحبوبته في شعر عذب لا يخدش الحياء، لأنه يتحدث عن الحب وحرارته ولوعته. ولم ينجح هذا الغزل أن ينافس الغزل الصريح أو يقف أمامه، لذلك ضعف هذا الطيار في العصر العباسي، وبقيت منه بقية عند العباس بن الأحنف إمام العاشقي. يبقى يعد من أشهر شعراء الغزل العباسي هو أبو نواس وإياس ابن مطيع، وهذا بالنسبة للغزل الصريح. أما الغزل العفيف فقد كان على العباس ابن الأحنف إمام العاشقي. يبقى إذن الازدهار في الشعر في العصر العباسي لم يكن يتوقف على الشعر والنثر فقط، بل توقف على عدة مجالات أخرى، وأيضا منها المجالات العلمية. وأيضا قد ظهر في ذلك العصر علوم
أخرى لم تكن موجودة من قبل، مثل وبخاصة العلوم اللغوية، وأيضا ظهور علم الكلام، وأيضا ظهور المعتزلة. وهذا كله أدى إلى النهضة العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية والسياسية في كل مجالات الحياة في هذا العصر. وقد انقسم العصر العباسي إلى قسمين، العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. وامتدت الحياة منذ بداية هذا العصر من سنة 132 هجرية إلى سنة 656 هجرية، وكان يسمى العصر العباسي الأول بالعصر الذهبي. وإن شاء الله نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.